اهلا ومرحبا بكم متابعينا ومشاهدينا جريده اهل مصر، معكم مراسلكم حسن حسين. وجريمه جديده في منطقه الطلبيه. احنا هنا مع والد ووالده المجني عليه عشان نعرف ابرز التفاصيل وازاي تم الاعتداء عليه، وازاي يعني اسره كامله تهجمت على شاب 20 سنه وخلصوا عليه. اهلا بحضرتك يا حاج معانا. اهلا بحضرتك يا حاج. قولي القصه من البدايه، ازاي تم الاعتداء على ابنك وازاي انهوا حياته؟ انا ابني كان معايا في الشغل، اشتغل معايا 4 ايام، احنا مشينا يوم الاحد، هو نزل يوم الاربعاء. انا قال لي انا تعبان يا ابويا، قلت له خلاص انزل مع صاحب الشغل. نزل قعد مع والدته يوم وانا قعدت في الشغل يوم. نزلت يوم الخميس، سبت حسابه مع والدته جت تديله 100 جنيه، قال لا انا عايز الفلوس كلها، انا جايبها لك قمصين، المهم ايه يعني، المهم في الاخر خد الفلوس وقال لها انا هجيب اللي يعجبني. قالت له ماشي. المهم نزل هو عنده 20 سنه. عنده 20 سنه. كان بيشتغل مع حضرتك ايه؟ نعم، كان بيشتغل. انا بشتغل في المعمار. تمام. هو اساسا شغلته حلاق، بس ما بيشتغلش في الحلاقه دلوقتي. شاب مجتهد يعني. ايوه بيشتغل وغلبان يعني. سمعنا ان هو قبل الاعتداء عليه كان في يوم حصلت مشاجره، وتاني مره ترصد. ايوه حضرتك. احكي لنا ايه بقى كان سبب المشاجره في البدايه؟ هي ما فيش اي سبب حضرتك يخليهم يعملوا اللي هم عايزينه. ما فيش اي مبرر لجريمه. ما فيش اي سبب يدلنا احنا كعيله يدلنا ان يعملوا مع اللي عملوه. وهو كل ما في الامر قاعد مع واحد هم عاملين معاه مشكله. تمام. وليه ان هو قاعد مع الشاب دوت، وبعدين هو قاعد مره مرتين، ده اللي سمعته مؤخرا. فطبعا هنا في الراحه والجايه بصوا له. فالمهم زقوا عليه عيل سوداني عشان يعملوا المشكله. المهم حصلت المشكله، سحلوه، ادوله بالسكينه في دماغه، وادوله بالسكينه في ظهره، خد حوالي 95 غرزه. ده الكلام ده في المشاجره الاولانيه. المشاجره الاولانيه.